خويا سالم واش راك؟ واش خويا؟ السلام عليكم، واش راكم؟ صافا لاباس بخير؟ والله الحمد لله. سالم واش راك دير خويا؟ خويا رانا نريبونديو على خاوتنا في الانستغرام، تما لي ميساج لا ملحقونا في الانستغرام والفيسبوك، رانا نسيو نريبونديو عليهم كامل. تما اي استفسار ولا اي حاجه سحقيتوها ابعثوا لنا ورانا في الخدمه. واش اسلام؟ سليم، المتابعين الكرام تاعنا هما يديمونديو في شومبرا جديده، وعلى بالي بلي تاع عندك جديد سليم، فرحني خويا العزيز. بيان سير خويا اسلام، عند اثاث ثقه دائما كاين جديد. اليوم ان شاء الله نعرضوا عليهم لا شومبر لا برينسيس، حاجه بزاف شابه مخدومه اون بوا روج. اسلام تبعني خويا. خوتنا هاي ليك لا شومبر لا برينسيس، حاجه بزاف شابه. هذا هو جديد تاع اثاث ثقه لنهار اليوم، حاجه بزاف شابه. وعدنا شومبرا اخرى ومن بعد نعرضوها لكم باذن الله. لا شومبر لا برينسيس كيما راكم تشوفوا فيها اخوتي، فيها دو بورت اوفرونت ودو بورت كولي سون، حاجه بزاف شابه. شوفوا التاش تاعها من الفوق اخوتي، حاجه ما شاء الله مخدومه بلون بالدول، حاجه بزاف شابه. هاي ليك الباب بانو تاعها مخدومه اون بواروج. وعندكم اسلام عندكم اون سبوت هنا في لاغوش وفي الباب دروات كيما راكم تشوفوا، حاجة ما شاء الله خويا اسلام. شوفوا الدوري تاعها شحال شباب اسلام، حاجة ما شاء الله. لي بوني تاعها بزاف صحاح كيما راكم تشوفوا، ومن تحت خاوتنا من تحت راهي جاية مرفودة على الارض خاوتي، من تحت راهي جاية مرفودة على الارض. عندكم دو تيروار من تحت اسلام، وري لهم. عندكم دو تيروار من تحت راهي غليسون، يعني حاجة ما شاء الله خوتنا. هاد لا شومبر راهي مخدومه اون بوا روج، حاجه ما شاء الله. روحوا نشوفوا الهيكل الداخلي تاع الغرفه تاعنا، عندك كاتيطاجر. وعلى فكره خوتنا الغرفه هذه راهي نقيه من الداخل ومن برا، يعني مسبوغه من الداخل ومن برا. شوف من الداخل راهي اون بلون، من برا كذلك، يعني كيما تشوف فيها من برا تشوفها من الداخل، حاجه ما شاء الله. عندك كاتيطاجر في الكوتي دروات، وعندك كاتيطاجر في الكوتي غوش، حاجة نظيف الله يبارك. كذلك خوتنا في الباب مينيو في الكوتي مينيو، هذه الجهة عندنا ايطاجير، وعندنا اسباس بوغ لا ترينك باش دير لا ترينك تاعك خويا العزيز. كيف كيف خوتنا نقية من الداخل من برا، وشوفوا شحال واسعة ايطاجير تاعها، حاجة ما شاء الله. وهذا الكوتي خوتنا عندكم طروا ايطاجير مع لو با، يعني كات ايطاجير عندكم 3 ايطاجير بلس لو با 4 ايطاجير، حاجه ما شاء الله خوتنا. كيما قلت لكم هذه الغرفه راهي مخدومه كامل اون بوا روج. نروحوا نشوفوا لو لي تاعها، هاوليك لو لي تاعها خوتنا. شوفوا شحال واسع وكبير، لو لي تاعها واسع وكبير، حاجه ما شاء الله. الكابيطوناج تاعو اون ايطاج خوتنا، يعني اي طاشه ولا غير بلانجات وتتنحى. عندكم هذا التاج، يعني هذا لو موتيف راهو يتبع الموتيف تاع لا غاردروب تاعنا كيما راهو يوريكم الاخ اسلام، يعني حاجه ما شاء الله. لو لي تاعنا فيه 1.90 على 1.60، يعني ستوندار، حاجه ما شاء الله خوتنا. وهاوليك لو بتي دوسي تاع لو لي تاعنا راهو كاع كابيطوني، الكابيطوناج تاعو اون تيطاش، يعني اي طاشه ولا غير بلانشات او تتنحى خاوتنا. نروحوا نشوفوا لاطاب دو نوي تاعنا، هاي ليك لاطاب دو نوي تاعنا، حاجه ما شاء الله. هذا فومار بخوتي، هذا فومار بحاجه ما شاء الله. هاي ليك لو تيروار تاع لاطاب دو نوي تاعنا، السمك تاعو بزاف غامق، حاجه ما شاء الله. الرايه غليسونت خاوتنا، الرايه منا غليسونت، حاجه ما شاء الله. عندكم ميروار في لاطاب دو نوي، وعندكم هاد لو موتيف اون بلون بالدور، حاجه ما شاء الله. المرايا راهي مخدومه بلانسيزيون، المرايا راهي مخدومه بلانسيزيون كيما المرايا تاع لا غاردروب تاعنا، كذلك مخدومه بلانسيزيون كيما راكم تشوف هاد الموتيف، حاجه ما شاء الله خوتنا. خوتنا نروحوا نشوفوا لا كوافيز تاع الغرفه تاعنا، لا كوافيز تاع الغرفه تاعنا هاي لكم خوتي، جايه ستيل بيرو كيما راكم تشوفوا، حاجه ما شاء الله. بزاف الناس يفضلوا عفوا هاد لو ستيل تاع لي كوافيز، حاجه ما شاء الله خوتنا. كيما قلت لكم هذه راهي بالفومار، هذه راهي بالفومار. عندكم دو بورت من تحت فيهم ايطاجير من الداخل في الكوتي دروات،
والكوتي غوش، حاجة ما شاء الله جاية مرفودة على الأرض خوتي، راح تساعد هذوك النساء اللي يحبوا ينقوا تحت لاكوافيز وتحت الغرفة. كذلك عندنا انتيرور خوتي هنايا توجور راية غليسونت، حاجة ما شاء الله. خوتنا كنتم مع غرفة لا برنسيس اللي السعر تاعها 13 مليون و800 بالنقل والتركيب ل 48 ولاية. هذا البري راهو روميس خوتنا، السعر الاول تاع الغرفه كان 16 مليون و800، الان حبطناه لكم ل 13 مليون و800، يعني باش كامل تقدروا تشرو هاد لاشوم. النقل والتركيب مجانا من عند محل اثاث ثقه ل 48 ولايه. اللي حاب يحجز ولا يستفسر يتصل بنا على الارقام اللي ظاهره في الاطار الاحمر. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، اثاث ثقه دائما في الخدمه. سلام.